الآن من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون. أهلا بك دكتور معنا. هذه التساؤلات التي يعني عناوينها واضحة ومعروفة لدى وسائل الإعلام الأمريكية، والتي حاول ترامب قدر الإمكان أن يتحاشى يعني أسئلتها اللاذعة والقوية، خاصة وأن كثير منها يعني يعارض سياسة ترامب، خاصة فيما يتعلق بهذه القمة. توقعاتك أنت لماذا أولا يتحاشى ترامب وسائل الإعلام، وهل سيقول أو سيأتي بجديد حينما يبتعد عن وسائل الإعلام التي تحاول دائما أن تعرف الخطط المستقبلية؟ بدون شك أن ترامب لديه مشكلة مع مشاكل الإعلام الأمريكية. هناك حرب بين بعض وسائل الإعلام الرئيسية وبين ترامب. ترامب يسمي وسائل الإعلام ويذكر بعضها بالاسم، مثلا وذكرها مؤخرا إن كان في مؤتمراته الصحفية التي عقدها في أوروبا أو في بريطانيا أو في الولايات المتحدة، فهو يقول سي إن إن هي أنباء مزيفة، هي يعني شبكة الأنباء المزيفة. أشار نفس الشيء بالنسبة لشبكة سي بي إس. هو يعتقد أيضا ينتقد صحيفة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، ويقول أنها صحف دعائية تعادي سياساته وتعاديه شخصيا، وكانت تتمنى وصول هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض وليس ترامب، ولذلك فقد صعقتها النتيجة وهي غير مستعدة للتعامل بطريقة موضوعية مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض. إذن هناك صراع دائر بين ترامب وأنصاره من ناحية، وبين المؤسسة السياسية وقوى الإعلام التي تدعمها. طبعا هناك بعض قوى الإعلام أيضا التي تتعاطف مع الرئيس ترامب، مثل شبكة فوكس، مثل صحيفة الوول ستريت جورنال، مثل صحيفة الواشنطن تايمز وصحف أخرى. ولكن هذه المعركة هي معركة حقيقية، وقد تحولت وتحول بعض وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة إلى جزء من المعركة السياسية أو إلى أدوات في هذه المعركة السياسية الدائرة في الولايات المتحدة. تكهناتك دكتور، يعني ما الذي من الممكن أن ينجح ترامب في أن يحدث فيه اختراقا؟ هل هو الملف العسكري، الملف الأسلحة والأسلحة النووية، أم الملفات السياسية التي يعني تتعامل فيها موسكو مع واشنطن ندا بند؟ فعلا هناك عدة أمور. طبعا مجرد عقد هذه القمة، هذا الاجتماع، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي على الرئيس ترامب لكي لا يعقد هذه القمة مع الرئيس الروسي الذي ينظر إليه نظرة سلبية جدا في الولايات المتحدة، يتهم بأنه بلطجي وأنه رجل استخبارات سابق وأنه يعتدي على جيرانه وأنه ضم أوكرانيا شبه جزيرة القرم بالقوة، أنه يقوم بجرائم حرب في سوريا. كل هذه الكلمات نسمعها عن القيادة الروسية. هناك جو من العداء الذي ربما لا يمكن فهمه أو لا يمكن حتى تشبيهه بأي مرحلة سابقة، إلا إذا ربما عدنا إلى مرحلة الاتحاد السوفيتي والصراع بين في بداية الستينات واحتمال حدوث حرب نووية في ذلك الوقت حول أزمة الصواريخ في كوبا. ولكن هذه المرحلة هي فعلا مرحلة يعني قاسية وصعبة بالنسبة للعلاقات بين البلدين وبالنسبة للقوى السياسية. ما يمكن التحقق منه هو هناك عدة أمور. ربما على المستوى الأدنى ما يمكن أن تخرج به القمة هي بعض الاتفاقيات العلمية أو التجارية أو التقنية. ونعم، هناك المستوى آخر ربما قد يكون، وهو ما تفضلت وأشرت إليه، وهو موضوع الاتفاقيات حول الأسلحة، عدم الانتشار، حول ستارت 2، حول الاي ان اف، اي محاولات لتقليص الأسلحة النووية او للحد من انتشار كما أشار السفير هنا في هذه صعبة دكتور. نعم.